يلا حبيبنا قبل كل شيء بنرجع بنقول بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم جميعا. مرحبا بكلتكن، مرحبا بجميع الاخوه والاخوات وجميع العائلات وكل الموجودين بدار بيت خميس الكريمه وزقفه حلوه من ايديك الكريمه حيران. اهلا وسهلا بكلتكن من انقص جيتن باسم الاخ الحاج ابو عماد خميس وباسم الاخ ابو عمر خميس. بنقول اهلا وسهلا بكل اخ واخت ساهموا معنا بالفرح وجيتم بالسلامة والإقبال عند ولادكم جميعا. بيقولوا لكم ألف تحية لكم من أبو العريس والعروس، وألفين مبروك للعريس أحمد خميس. واو. وكمان ألفين مبروك للعروسة حياة خميس، زقفة حلوة. واليوم شباب بيت خميس عملوا مفاجأة لبيت رمضان. أيوة زقفة وجه المفاجأة. طيب المفاجأة العالم يزقف لها. ها أقل قل أشياء؟ لا مو أقول بعد شوي أقول طلب أقولها يعني مدرجة. إذا قلت بتقول يعني تقول. يلا يلا مفاجأتكم اليوم حلوة من ابن خال العريس يوسف رمضان ماكنون. اهلا وسهلا بكم جميعا وبنسمع يوسف رمضان. اهلا وسهلا بكل الموجودين بدار بيت خميس ونقبل عند الولاد الجميع. اهلا وسهلا. يسعد مساكن جميعا، مساكن طيب وغالي. بصراحة ما عندي كلام تقول وتعبر عن شعوري بهالفرحة. أحلى أبو زياد الملك، ملك المردلي أبو زياد بكل أنحاء. أستاذنا وقدوتنا على راسي وعيني والله. الله يخليك. شكر لكم جميعا، مبروك لأحمد. قال خميس لكن أحلى تحية من لبنان وشعب لبنان كلته. لكل العيال فردا فردا على راسي وعيني. بس أقول لكم كلمة بدون تحيات أسير قرباكم كلتكم. الله يخليكم. خجلتوني رح انزع لبنان. شفايفها الجميلة لون من لون، يوبا بشفايفها الجميلة
لون من لون وانا مثل عيونها وانا انا مثل عيونها ابد ما شايف عيون يبا بقصت شعرها يبا بقصت شعرها الحلوة ما بدون دار طول الريم يا محيرني شغلتها للشعر دار شغلتها للشعر واللي يغنوا عيني شغلتها للشعر شغلتها للشعر واللي يغنوا أقول أوصافي أنا أقول أوصافي يا كريم يا أخوي أقول أوصافي ترى محتار أنا شلون 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 خدن عقلي خدن عقلي وسبني دم العيون خدن عقلي خدن عقلي وسبني دم العيون وإذا رقصت شهابي لحبيبه وإذا رقصت شهابي لحبيبه ترقص القلوب وعلى خطوات العالم يرقصون يغبطون يا كريم يا بوي ذبحتيني وقتلتيني لك شهيليني اذبح يا بويا